السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وأنتم طيبين. الجلوب الكريم سعدنا بكم جدا طوال شهر رمضان ومن أيام العيد، كل سنة وأنتم طيبين تاني. جلوب هايل، ناس محترمة، ناس كلها مستنيرة. استفدنا جدا جدا في الفترة اللي فاتت، وآسف جدا أنا ما كنتش بعرف أشارك، لكن تابعت في أوقات كتيرة جدا وسمعت واستفدت جدا جدا. ربنا يديم الجلوب الجميل دوا ونعرف نتقابل على خير بإذن الله بعد ما الغمة دي تتزاح. فبنعيد تاني التهنئة، كل سنة طيبين. لكن في ملحوظة سريعة كده على ان الفترة اللي جاية هيبتدي فيه فتح، مش معنى ان فيه فتح ان الدنيا بقت امان تماما، لا يا جماعة، الدنيا لسه يعني لازم نحافظ لسه شوية لحد ما ربنا يكرمنا بإذن الله. يا إما الفيروس يحصل له تطور جيني ويختفي تماما زي ما حصل للمرسى من كام سنة، أو إن شاء الله اللقاح يبتدي يتعمم. المفترض أنه في شهر 9 أو في شهر 10 لحد دون، لحد الميعاد دون لازم نلتزم بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات. لفت نظر الفترة اللي فاتت اللي هو موضوع الكمامات القماش. طبعا دلوقتي بقى في غرامات، أعتقد أنها في كل الدول، إن اللي ينزل من غير كمامة فطبعا بدأ يوفروا الكمامات القماش. لازم كمامة القماش الأول تبقى يتعمل لها تيست بسيط كده، ان احنا بنلبسها تغطي الانف والفم، وبعدين ننفخ في اي حاجة زي عود كبريت او شمعة. لو لقينا يعني عرفنا نطفيها يبقى الكمامة دي بتسرب هواء، دي ما تنفعش، فلازم الكمامة تبقى ما بتسربش هواء. طبعا الكمامة دي معمولة للاستعمال الخفيف، يعني نازلين نشتري حاجة من سوبر ماركت كده، لكن ما نتعاملش فيها مع اي حد سخن او بيكح او حاجة زي كده. ثانيا كفائتها لوحدها قليلة، لابد ان يكون الاثنين انت واللي قدامك بتستعملوها. فعشان كده ثقافة ارتداء الكمامة بقت مهمة في لغاية الاهمية، لان الكمامة القماش لوحدها ممكن نقول مثلا بتحمي بدرجة مثلا 50% او اقل. لو احنا الاثنين لابسين النسبة دي بترتفع من 80% لـ95%، طبعا دي نسبة جيدة. فلازم، وبرضو مع الحرص على التباعد الاجتماعي، طبعا دي غير مسموح بها تماما للقطاع الطبي، لان طبعا ما بتحميش حاجة يعني بالنسبة لبعيد الشر مريض او حد مشتبه فيه او حاجة زي كده. فاحنا لازم ننشر ثقافة الكمامة وثقافة التباعد الاجتماعي، ولا نحس بالامان الزائف. لسه في مشكلة ان شاء الله تكون اقل ويكون الانتشار اقل، لكن ما زال هناك عدم امان، ولازم نبتدي نحرص على الاقل عشان الاعداد ما تزيدش قوي لحد ما ربنا يرزقنا ان شاء الله باللقاح ان شاء الله. كل سنة طيبين، في امان الله.